نحن كعرب بصورة عامة نحن ضد العدوان الغاشم على غزة وعلى جنوب لبنان وعلى اليمن وعلى كل المناطق العربية والإسلامية بصورة عامة. ونحن بصراحة نؤيد بالدفاع عن العقيدة الإسلامية وعن الأقصى وعن المسلمين بصورة عامة أينما كانوا في كل مكان وزمان. لكن اليوم نحن نشهد حرب سيبرانية، حرب معلومات، حرب متطورة. مثل هذه الأفعال أو مثل هذه الضربات اللي تتخذها الفصائل المسلحة هي لا تعالج أمر معين ولا تشغل العدو، إنما هي مجرد يعني تكون بطيارات مسيرة أو قد تكون في بعض الأهداف البسيطة التي قد تكون بدون تأثير أيضا وبدون خسائر. هذا أمر مجرد أنه يشعل فتيل الحرب بين البلدان ويوتر العلاقات بين البلدان أيضا. اليوم إسرائيل نحن كلنا ضد توجهاتها وضد حربها ضد المسلمين وضد الإبادة التي أجرتها في جنوب لبنان وفي غزة وفي كل المناطق العربية والإسلامية. نحن بالضد من هذه الأفكار وبالضد من هذا العدو الغاشم. لكن اليوم نحن نشهد حرب عالمية، حرب معلومات، حرب متطورة. اليوم عندما يكون هناك قصف لشغل جبهة من جبهات إسرائيل، يجب أن يكون هذا القصف أو تكون هذه الضربة هي موجعة. لكن عندما تكون بطائرة مسيرة تستطيع القبة الحديدية إسقاطها، أو تكون ببعض الصواريخ التي لا تؤدي إلى أي تأثير، هذه مجرد أنه راح تزيد من توتر العلاقات وقد تؤدي إلى استفزاز الطرف الثاني بالرد، وهذا الرد أكيد سوف يكون ضحيته الشعب العراقي ويكون ضحيته دمار للمدن، ويجر العراق إلى علاقات متوترة مع الحلفاء، سواء حلفاء إسرائيل من أمريكا وغيرها أو مع حلفاء العراق. فاليوم نحن بصراحة في المنطقة يجب أن يكون لنا دور المصالحة، دور التهدئة، لأن العراق في غنى عن الدخول بحرب.